سيادة النائب سلام الجوهري، يعني أستاذ مصطفى بكري مش مع كتلة 25-30. لا تمام، ده رأي وفي نواب طبعا وفي نواب كتير عندهم رأي. تمام. طب في مجموعة نقاط عايز حضرتك اتقالت. طبعا سيادة النائب خالد عبد العزيز قال إنها بيع جنسية. أبيع جنسية ليه؟ تمام؟ وسيادة النائب مصطفى بكري برضو استخدم كلمة بيع الجنسية. دي النقطة الأولى. الثانية بيقول سيادة النائب خالد بيقول ماذا لو ابن اللي اتجنس دخل الجيش المصري وحصلت لا قدر الله حرب بين مصر ودولة الجيل الثاني يا فندم، مش ابنه، الجيل اللي بعده، الجيل الثاني الثالث الرابع ايا كان، وحصل حرب بين مصر ومسقط راس الشخص اللي اتجنس. ده الثاني. الثالث وده مهم جدا، انه ودي جالي كتير وحضراتكم ممكن تردوا عليها براحتكم. في مواطنين كثيرين جدا واصحاب وجهه نظر بيقولوا طيب هعتمد على الاجهزه الامنيه وهي على راسنا من فوق، تبذل جهد خارق لحمايه هذا البلد، لكن اليس في العلوم الجنائيه نفسها وحضراتكم اساتذه نسبه الخطا، نسبه الخطا انه بيقول لك مثلا ايه في اي دوله في العالم الجريمه اللي بتضبط 10% 15% نسبه الخطا، هنعتبر ان التحريات من كل الاجهزه الامنيه والسياديه بتتعمل نسبه خطا 10%، احنا بشر، ودخل لك ال 10% دول في نسبه الخطا ما مسكتهمش. ده كل سنه. ده كل سنه. لازم يكون في نسبه خطا، لان الكامل الوحيد هو الله. النقاط ديت حضرتك مش بس كده يا استاذ مجدي، كمان انك انت خد بالك انت في حرب ضد دول بتحاربك حاليا، فانت تتخيل ان اجهزتك الامنيه حتى اجهزه المخابرات فاضيه انها تطلع لبره تجيب لك السيفيهات بتاعت الناس دي. لا، وفي نفس الوقت ده 100% جهاز امني عندك، جهاز امني عندك هيكشف المعلومات ازاي هناك، بيتتبع وبيكشف. طب ما هو ممكن جهاز امني زيه بالكفاءه نفسها او باقل كفاءه يمسح الداتا بتاعته الشخص ده، يبقى مجدي الجلاد ده يطلع اسمه سيد محمدين انت ما تعرفوش يا فندم. الحكومه رمت كره لهب على الاجهزه الامنيه، كره لهب. طبعا، والاجهزه الامنيه عشان اللي هو شيله بقى بالظبط كده، والاجهزه الامنيه رضخت وخلاص احنا هنحمي الامن القومي. ها ولكن لما هتيجي تشوف كل سنه مثلا 2000 3000 واحد بيقدموا، طب انت قوتك قد ايه؟ احنا بنحارب الارهاب بكل قوتنا، بس برضه في عمليات ارهابيه بتحصل. طبعا في انظمه في العالم، معلش يا مجدي بس لحظه، طب اديله فرصه بقى، انا هقول لك بس في انظمه في العالم انا بتكلم بس بتخطط ل 100 سنه، ومن ذلك ان انا اتكلم عن الدوله الصهيونيه. تمام، بتخطط ل 100 سنه قدام في المستقبل. يعني انت بتتكلم عن دول واجهزه مخابراتيه لما بتيجي بتشتغل، ده ما بتشتغلش على معهد الان تو ناو، ولكن بتشتغل على بعض عشرات السنين، وعشرات السنين هبتدي اطلع اجيال اخرى قد تعوز على مقاليد هذه البلد بدون ما انا اقدر، معاهم المال ومعاهم الفكر. تمام. طب وجهه النظر برضو انا معايا مداخله على الجانب الاخر، سياده النائب يحيى كدواني وكيل لجنه الدفاع والامن القومي. مساء الخير يا فندم في البرلمان. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اهلا بك يا سياده النائب. اهلا يا فندم. نحن نتحدث عن التعديلات اللي هي مثيره للجدل على مستوى مصر كلها، تعديلات قانوني الإقامة ومنح الجنسية. تمام حضرتك. ولجنة الدفاع والأمن الوطني وافقت، الأمن القومي أنا آسف، وافقت على من حيث المبدأ على هذه التعديلات. قول لنا وجهة نظر حضرتك يا فندم كوكيل اللجنة. القانون ده لم يبتدع في مصر، القانون ده مطبق في العديد من دول العالم، تقدم أمريكا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، قبرص، دول كثيرة مطبقة القانون ده. احنا يمكن ظلال الصراع العربي الاسرائيلي كان بيخلينا عندنا فوبيا من الاجنبي، وما كانش فيه منح الجنسية، ده كان في اقل اطار يعني. القانون حاليا، قانون الجنسية بيمنح الجنسية، رئيس الجمهورية من حقه منح الجنسية الصوت بيقطع يا جماعه. للاجنبي اللي هو اقام 10 سنين متتاليه في مصر، يعني الموضوع موجود بالفعل، ما احناش مخترعين موضوع جديد. الاقامه حضرتك، الاقامه في ثلاث انواع من الاقامه، عاديه ومؤقته وخاصه، اللي هم حاليا في القانون الاقامه الحالي. القانون الجديد زود نوع جديد من الاقامه اسمها اقامه للاجانب بوديعه. ده
ده اللي محور الكلام. المتيعة ده بيصدر به قرار من وزير الداخلية بعد استيفاء الأجنبي المتقدم للحصول على الإكرامة لكافة الاشتراطات اللي هي احنا بنحطها للأجنبي اللي هو بيرغب في الحصول على الجنسية، ولا بد من موافقة جهات الأمن، وبيصدر بها قرار من وزير الداخلية بنوع الوديعة ومدتها والبنك اللي هيودع فيه ونوع العملة. بعد قرار وزير الداخلية بيبقى فيه موافقة من رئيس الوزراء، يعني فيه اشتراطات وقيود متعددة لضمان سلامة موقف الأجنبي اللي هو هنديله الإقامة. هذا الأجنبي يحط مبلغ يحدده وزير الداخلية لمدة 5 سنوات، في نهاية ال5 سنوات من حق الأجنبي اللي بيرغب، وده هتبقى نسبة ضئيلة من الأجانب اللي هم الأجنبي من حقه إن هو يطلب الجنسية. إحنا بقى كأجهزة أمن موجودة في الدولة عندنا 4 أجهزة أمن مختلفة هتبقى ليها رأي في هذا الأجنبي إذا كان نمنحه الجنسية أو نمنحه. سلطة المنح والمنع دي سلطة سيادية لأجهزة الدولة والوزير الداخلية. فالموضوع فيه قيود متعددة، فيه نوع من أنواع الموارد الجديدة للدولة، لأن الوديعة دي هتبقى مبالغ كبيرة جدا، مليارات دولارات، لأن عندك هنا في مصر ملايين من الأجانب المقيمين، بعضهم ليه بتاع 20-30 سنة، أغلبهم من جنسيات عربية، سوداني، يمني، سوري، عراقي، خليجي، وبعضهم ليه استثمارات، وبعضهم بيرغب في الحصول على الجنسية. لو حصل على الجنسية قيمة الوديعة اللي هو حطها لتقول للدولة، يعني في خير للدولة احنا ما كناش بنستفيد بيه في ظل الانغلاق اللي احنا والقيود اللي احنا كنا حاطينها. دلوقتي في نوع من انواع الانفتاح، في مراجعة، اجهزة الامن هتبقى بتتابع الاجنبي. لو الاجنبي حصل على هذه الجنسية بطريقة فيها غش او تدليس او خروج عن القانون، يجوز لوزير الداخلية سحب الجنسية منه في اي وقت. فالموضوع فيه قيود عديدة، واحنا اتعرض علينا القانون ده من 3 شهور ورجعناه في لجنة الدفاع والأمن القومي، وكلنا عليه بعض التحفظات، تم استيفائها جميعا وعرضت مرة أخرى من الحكومة وحصلت على موافقة جميع أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي. فالموضوع مطمئن تماما، مصر في إيد أمينة، أجهزة الأمن بتاعتنا على قدر عالي من اليقظة والحيطة، والموضوع مطبق في العالم ومش بدعة جديدة احنا بننفذها. طب سيادة النائب خالد عبد العزيز يا فندم، كان عنده تعقيب على حضرتك او سؤال، اتفضل يا فندم. حضرتك في البداية سيادة النائب قلت ان السؤال العربي الاسرائيلي يعني كنا متخوفين منه وخلاص قد ازيل، هل السؤال العربي الاسرائيلي اليس ما زال لعدة سنوات او اجيال قادمة هيفضل هذا الصراع موجود؟ بالطبع انا بقول ان هو الصراع موجود ولن ينتهي هذا الصراع. انا بس هسأل وحضرتك ابقى بتاعي عشان انت هتسمعني. نمرة 2، انت بتقول الخليج اللي مقيمين في مصر، الخليج اللي مقيم في مصر ده ومقيم بيدفع حق الإقامة بتاعته، ايه اللي هيستهدفه من هو ياخد الجنسية المصرية لانها تسقط عنه جنسية بلده؟ دي نمرة 2. نمرة 3، وانت احنا بنتكلم واحد قاعد واخد إقامة، ايه اللي هيخليني ادفع رقم زي دوه واحطه عشان استفيد منه؟ خلينا نتكلم بقى بالعقل والمنطق. انا بدفع حق الإقامة بتاعتي كل سنة، ايه اللي هيخليني احط هذا الرقم اللي هاجي؟ نمره 3، اللي هيجي لي من الدول الخارجيه دول لو مستثمر، هو عندك في قانون الاستثمار بتديله اقامه 5 سنين، اللي يبقى اللي جاي ده يبقى مش مستثمر، راجل جاي لمؤاخذه كده بالبلدي كده بيقول عليه صايع، تمام؟ هيجي يحط 250 الف دولار ويجي يقعد في مصر، يجي يقعد يعمل ايه؟ يجي يقعد يعمل ايه في مصر؟ بالاضافه ان السودانيين واليمنيين والسوريين ما عندهمش فلوس يدفعوا، فهو الكلام ده، وبالتالي ما عندهمش اموال يدفعوا هذا الرقم، فهو كده بيدفع اقامه. انا بس برد على حضرتك. اتفضل. طب اديله فرصه سياده اللواء يحيى كدواني، اتفضل يا فندم. انا مش عايز الناس تحط تقديرات جزافيه كده، الموضوع ده مدروس دراسه وافيه، وفي فعلا اعداد كبيره من الاجانب المقيمين في مصر يرغبوا في الحصول على الجنسية والاستمرار في مصر. مصر يعني ان شاء الله يبقى في مستقبل واعد للاقتصاد القومي المصري، يمكن مؤسسات دولية معنية بتقديرات الاقتصادية بتؤكد ان مصر مستقبلها واعد. في خطوات جادة من جانب الدولة
للنهوض الاقتصاد القومي المصري، ويمكن في مشروعات الناس المتخصصين يعلموا تماما انها تكون ليها مستقبل في مصر. مصر هتبقى جاذبه للاستثمارات الاجنبيه. قانون الاستثمار الجديد بيفتح المجال امام استثمارات للاجانب. الموضوع ده مدروس من كافه جوانبه ومن جهات مختصه، واحنا نطمئن تماما لسلامه التقديرات اللي هي وضعت للتشريع لهذا القانون. طب الاستاذ عمرو عمار كان بيقول طب ليه خليناها بدل 10 سنين 5 سنوات؟ الخمس سنوات ده نظام الوديعة. العشر سنين حضرتك نظام الحصول على الجنسية، اللي بيقيم إقامة دائمة في مصر لمدة 10 سنين من حقه أن يتقدم للحصول على الجنسية، ووزير الداخلية بيديها له إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في القانون. ده في القانون الحالي خليتوها 5 سنين في التعديل الجديد. التعديل ده في قانون الإقامة اللي هي الإقامة بوديعة هتبقى 5 سنين إذا رغب في الحصول على الجنسية وتوفرت فيه الشروط، هنديله الجنسية والوديعة دي بتقود كاملة إلى الميزانية العامة للدولة. هيوفر لمصر احتياطي، هيوفر لمصر قيمة من العملة الصعبة اللي هي ممكن استغلالها في استثمارات متعددة، سواء من جانب الدولة أو من جانب نفس الأجنبي اللي بيرغب في الإقامة. إذا كان مستثمر هيبقى ليه مشروعات هتحد من مشكلة البطالة اللي احنا بنعاني منها، هتوفر سيولة اقتصاديه تساعد على الخروج من الازمه الاقتصاديه اللي احنا بنمر فيها. شكرا جدا سياده النائب يحيى كدواني وكيل لجنه الدفاع والامن القومي في البرلمان.